ورجعوا لهذا البوست اللي نشرته اول ستوري واختاروا من الرياكشن، رفعوا الشاشه واختاروا الرياكشن على مود اعرف لانه محضركم بوست فول. يقول الدنيا تريد واحد ما يعرف العيب، وانا انسان اذا عاتبت روح عرق، انا بربع اسولف زين يم الناس بس والله بلسنهم ظهري شابع شق، اداريهم وباريهم صارت ثلاث ايام ما مصور لكم شيء من ورا هاي. اوكي هبه يا عم. اليوم الربع من تمين سيد امير كبير شنو اول مره مسويها؟ لا اول مره غيرتها اقوى صار اكيد راد يلعب التليفون بالتاكيد بالتاكيد شوفوا راد خبر عنده شغل ردفته مش عنده بالتليفون حلاوي لا تمك شدك بالتليفون قال يا اريد انشر شو تحكي شو المصمم فيديو شعر على عيسى قوية قوية شنو هو شبيك حيدر صدق تحكي بس عادي انشر انا ما عندي اكتب عليك ما عندي شيء كوبوت 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 بس شنو ابويت ابويت شنو موقفك فوق قوي شتنشر شتنشر قاعد مساكت قبوت راح تعلق اقعد يلا واسكت اوه طبعا اتفقنا انا وسيد امير جند نشرب قهوة حلو فراح ناخذ قهوتين بس ونطب بيهن للولد بس احنا راح نجيب لهم بس نشوف شنو ردت فعلهم السلام عليكم. هلا حبيبي. لو حيادر. يا الله. الشراب سيد امير. ردت فعلهم طبيعية. بس حيدر انتبه على الموضوع رائد ما هم الموضوع. حمودي ما هم الموضوع بس انا خاص صاحب. انا راح جبتهن. راح جبتهن ذنيتها برا. ايش قلت لك اني؟ والله يا اخي الجمعه ما طلعت شوف فشلت جبتهن رحت اخذهن هناك باب المحل ليش اروح الباب جيبني هنا؟ ما يقدر هو هذا حد انا دا راضيك خاف زعلان مني والله انا زعلت يعني عافيه 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 والله بمناسبة رقم 50 طلع الامور بهالطريقة عمي شنو هاي؟ الوضعية فول مشتدة بعد هذا احمد مصطفى ابو سيوفي الحبيب الحب بالعافية بعد يوم شاق ومتعب لازم اطلع الامور بهالطريقة اي والله ضروري لازم حسابها حبي اوكي بعد جواها كشي شنو جواها بلوز شنو ما ينحسب ما عندي يا مرحمة لا ابويا بيع زواج اثنين مثلاً الزواج بصورة عامة المرأة تزرف راسك حلو على أي شغلة مو على مو شيء يعني ما تيشيرت عجبها بتقول لها مثلاً أرد أروح أجيب هذا التيشيرت بتقول لها مثلاً عندي شغل هسه العصر نروح نجيبه لا لا هسه خاف يبيعه خاف يخلص ما كل شيء تزرف راسك حلو فبيجي حالة إذا زرفت راسك هاي شو تسوي تطنشها كأنها ما موجودة تروح للثانية تروح تقعد يم الثانية شو تقول لها إذا تعاركت ويا هاي على موديج هاي تدري شو تسوي؟ تعبدك عبادة كذي إذا تزوج ثلاثة إذا تزوج ثلاثة بعدها إلى أشعار آخر إيش حياتك مدى الحياة أنت فشي طبيعي عندك كل شيء طبيعي والقرآن إذا أريد أحب
اثنين. لا تحب اثنين مترهم. والقناة. ليش؟ تحب اثنين مو صعبة عليك. ليش؟ صعبة عليك. لأن بقى هسه هاي لازم تنطيها عاطفة وهاي تنطيها عاطفة. أنت ما عندك شغل عامل في عاطفة. صحيح. أول ما قعدت من النوم عيني من هنا حمراء ومن هنا خراب إنها. هاي من الجمهور طبعا. أنا أحلى شاب بالعالم. طبعا أحلى شاب بالعالم. يعني مثلا إذا مثلا قالوا لك إنه أكو أحلى من سيد. لا ماكو كل مرة وعيب. حلو واحد يحكي بالوجه مو؟ أسان ده يحكي بوجهك. لا يا الله. لا يا الله. فلشنا والله. الله ما فلشنا. شد عليك. والله قتلنا. شنو محمد؟ شنو؟ هاي إلي شكرا. زين هاي المن هذيك؟ متأكد لأمك؟ والله؟ أول مرة صديقي يسويها ويشتري وردة. شكرا. انا فرحت والله شندي غيرك انا هو الورد مين نطل الورد عافية محمد كل شيء غزل هيك شكرا